يمتد الحشد الشعبي لتحرير مدينة تل عفر غربي الموصل مع استمرار المعارك بنتائج إيجابية وتحرير العديد من المناطق واقتراب قوات التحرير من مركز المدينة. أما ضيوفنا لهذه الليلة فهم كل من يوسف الكلابي المتحدث الأمني للحشد الشعبي، النائب يناد مكنا رئيس كتلة الرافدين النيابي، ما هي مبررات ومخاوف الأقليات في الموصل بعد تحريرها؟ الحشد الشعبي يستعد لتحرير تل عفر. أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أن قوات الحشد على أهب الاستعداد للمشاركة في تحرير الموصل، موضحا أن مهمتها تكمن في مساند القوات المشاركة في عمليات التحرير والتقدم باتجاه مدينة تل عفر غربي الموصل. وللحديث عن آخر الاستعدادات الخاصة بالحشد الشعبي ينضم هنا في الاستوديو السيد يوسف الكلابي المتحدث الأمني للحشد الشعبي. حياك الله سيد يوسف. حياكم الله. ما اعرف، صار قبل ما ادخل الاستوديو بساعات صار اكو حديث على تحرك القوات، اعطاء الاوامر تحرك باتجاه تل عفر، شنو حقيقه هذا الموضوع او لي وين واصل لحد الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك سيدي الكريم وشكرا لمشاهدينكم، تحياتنا لكل ابناء الشعب العراقي وهم يتطلعون شوقا لتحرير مدينه الموصل العزيزه وانهاء هذه الصفحه المظلمه من تاريخ شعبنا، صفحه الاحتلال الداعشي ومن ساندهم من الدول. حقيقة الحشد الشعبي كباقي القوات العسكرية تلقى الأوامر منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل، وحتى قبلها كان في عمليات الاستعداد، وأخذ قاطع الحشد الشعبي يمتد من القيارة باتجاه حمام العليل وتل عفر، وهذا الشريط الحدودي الذي يقطع تقريبا مدينة الموصل عن الحدود السورية. بالتأكيد هناك أخبار قبل قليل تم تداولها، هو توزيع يعني القاطع إلى قواطع، تحويل يعني قاطع إلى قواطع، زين، وتم توزيع القواطع على ألوية وأفواج وفصائل الحشد الشعبي. هذا نفس قاطع قصدك نفس قاطع تل عفر لو بالمناطق اللي راح تمتدوا يمتد عليها؟ لا، احنا أولا للمعلومة على مود يعرف المشاهد الكريم، القاطع الذي يعني سمي للحشد الشعبي هو من أصعب القواطع تضاريسا ويعني وضع الجغرافي، وإذا تم قطع هذا القاطع سيكون هناك حصر للدواعش، وتعرف جنابك من يكون هناك حصر سيستقتلون من أجل أنه يفتحون ثغرات الخروج. ما تنفتح هذا الموضوع، ممكن هسه المتابع للقضية متابع القاطعكم التحرككم راح يقول هذا القاطع ممكن أن يكون منفذ للدواعش من عنده، طريق امداد مهم بالنسبة لهم ويا سوريا، بالتالي ممكن تتعارضون مع الجهات اللي ممكن تساعدهم، جهات دولية، فقضيتكم كبيرة بهذا الموضوع. لذلك شلون ممكن أن تتعاملون هذا المحور بالذات؟ يعني بالتأكيد الحشد الشعبي كان وما زال ليس الحشد الشعبي اللي قبل سنتين ونص، يعني مجرد أناس تبوا نداء المرجعية، اليوم الحشد الشعبي أصبح قوة قتالية تطورت كما ونوعا وعموديا وأفقيا، وأصبح اليوم الانتصارات التي تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى أولا أكيد هي بالتطور النوعي الذي أضحى للحشد. لذلك حجم الخطط ونوعية الاستعداد اللي استعدها الحشد الشعبي لهذه المعركة يتناسب مع حجم المدرك من هذه المعركة. يعني نحن نقيم أن هناك قطع للإمدادات، نقيم أن هناك ظهر، يعني هيك خلي أسميها هيك بالفص يعني بالعامي، أنه راح يكون وجه وظهر يجب أن يتم تأمينه، يعني وجهنا باتجاه الموصل والتقدم يعني من تل عفر باتجاه الموصل، وظهرنا باتجاه الحدود، يعني هذه المنطقة لازم بالحالتين تكون مؤمنة من قبل قوات الحشد الشعبي. لذلك التعزيز كان كبير والاستعداد كان أكبر، وإن شاء الله العمليات عند انطلاقها لحد هذه اللحظة، طبعا قوات الحشد الشعبي كل اللي سوته فقط هي أمن الطريق بتقريبا 80 كيلو من القيارة إلى يعني من بغداد إلى القيارة إلى العمليات، يعني كل القوات العسكرية الآن مو فقط الحشد الشعبي، هذه الطرق المهمة
أمنها الحشد الشعبي يمينا وشمالا بحيث أصبحت الطرق طرق الإمداد لقواتنا الأمنية التي تشارك الآن في عمليات تحرير الموصل هي مؤمنة 100%. كذلك قطع خطوط الإمداد ما بين. تشارك لو أنتم بعدكم مرحلة التحشيد أو جمع. لا 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 هذا خلصنا، هذا هو منذ يعني إحنا كمرحلة أولى مع القوات كان ما كان عندنا باتجاه تحرير مناطق، وإنما فقط مساعدة قوات الشرطة الاتحادية في بعض القواطع والمناطق، ولكن العمل الأساسي عند انطلاق ساعة الصفر لطاقة سيد رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة كان هو تأمين طريق الإمداد طول 80 كيلومتر، وتم تأمينه وعلى يعني مناطق الشمالية والجنوبية، يعني أصبح الطريق مؤمن، والآن إن شاء الله الاستعدادات إن شاء الله جاهزة لإطلاق العمليات البرية. هذا السؤال، شنو اللي أخركم لحد الآن باتجاه تلعفر؟ اللي سؤالك الأول اللي كان اللي هو أنه العملية واضح أنه هي صعبة، واضح أنه فيها كثير من المخاطر، شلون راح تجهزون الموضوع؟ عملية التجهيز الكمي والنوعي هي اللي خلتنا ما ننطلق بهذه المرحلة. جيد، هو هذا الطريق من القيارة الطريق الغربي بالنسبة للموصل وصول التل العفر اللي هي شمال الموصل بالضبط، هذا الطريق راح تكونون بيه بس مجرد تحرك، لو ويتم تمشون بيه راح يكون ماسكين للأرض؟ لا لا لا، راح يكون تحرير ومسك وعلى جانبي الطريق، يعني كل القرى والمناطق، يعني منطقة حمام العليل، منطقة تل العفر، هاي كلها من ضمن مناطقنا، حتى منطقة الحضر، القرى، النواحي، كل هذه المناطق التي هي خلينا نسميها بالقوس قوس الامتداد هي ستكون ضمن محور عملياتنا والتحرير إن شاء الله. إن شاء الله. البعض يقول بهذا الكلام بهذا التحشيد الكبير اللي موجود بهاي المناطق كانكم محاولة لإبعادكم عن محور الحويجة أو كمان موضوع الجانب الأيسر بالنسبة للحويجة، وكانت النتائج واضحة اللي صار عن طريقها اللي صار بكركوك. نعرف هذا الربط بمبالغة لو هو هذا شفتوا الحقيقة والواقع اللي كان على الأرض موجود؟ لا، حقيقة هناك تقييم، يعني مثلا هناك احنا نجي نقيم مثلا منطقة تبعد 200 كيلومتر تحتاج إذا ردنا ننتقلها ونفتح الطريق ونحررها نحتاج إلى آلاف الجند، بينما المنجز العسكري على الأرض لا يكاد لا يذكر. الحويجة حقيقة حسب معلوماتنا أنه هي تقريبا ساقطة عسكرية الآن، باعتبارها أولا محاصرة، وثانيا هناك انهيار، هناك انتفاضة داخلية، سقوط الموصل، إنهاء الموصل، أنت أسقطت عاصمتهم، انتهى الموضوع بعد. لذلك سيكون انتهاءهم مثل ما يعني مع فارق التشبيه، رغم أنه هذا يعني شون من سقطة بغداد، من سقطة وتمثال الدكتاتور في ساحة الفردوس، سقطت كل بغداد، يعني أصلا تكريت في ذلك الوقت سلمت والموصل سلمت إلى آخره بالضبط. لذلك إنهاء الموصل في هذا الوقت و الوفاء بالوعد اللي وعد سيد رئيس الوزراء وقادتنا للشعب انه 2016 نهاية داعش ان شاء الله ستنطلق من ذلك المعور. زين. قطعنا احنا الان هناك قطع وحصار تام. اما موضوع كركوك حقيقة ماكو ربط، نعم اكو بعض الافراد طلعوا من الحويجة واتجهوا لهناك، لكن كركوك يعني قيمناها من زمان، هناك خلايا نائمة مو فقط من داعش، من داعش ومن جيش النقشبندية، وهناك كان وضع معلومات حتى قبل 6 ساعات دقيقة، وقبل يومين معلومات تفصيلية ولكن دقيقة جدا كانت قبل 6 ساعات، لكن لم يتم التعامل مع هذه المعلومات من قبل القوات الأمنية ومن قبل اللجنة الأمنية العليا والمحافظة بصورة تتناسب مع 45 شخص دخلوا سووا إرباك لمحافظة كركوك. هذا أصلا يعني توضع علامة استفهام وسلبية على الإدارة الأمنية لمحافظة كركوك، حتى يقال أنه منعت قوات اتحادية ومن ضمنها القوات الحج الشعبي من دخول في بدايتها، نعم، ولكن بعدين ذهب الحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس الهيئة والحاج هادي وتم العلاج الموضوع، لأنه للأسف الشديد هناك بعض الأحياء من لون معين وهي تركمانية شيعية لم يصلها أي إمداد أمني، وإنما هو أبناء المنطقة هم من دافع عن نفسهم وتصدى للإرهابيين اللي دخلوا المناطق. زين، قبل يومين أو 3 كان إعلان عن مقتل أول جندي أمريكي بعمليات الموصل، بالتالي هذا رسم التصور مباشرة على مشاركتهم على الأرض أو بالعمليات، شو راح تتعاملون ويا وجودهم في, في, في المناطق؟ أولا أنا ما عندي علم بهذا الموضوع، من المناطق اللي يعني بقواطع الحشد كنا وما زلنا دائما نقول أن العراقيين بمفردهم بكل أطياف شعبهم وبكل قواتهم العسكرية قادرين على التحرير. سيد رئيس الوزراء أعلن صراحة أن لا وجود لأي عسكري على الأرض من كل الدول وحتى من أمريكا، وإنما اللي موجودين إما مدربين أو موجودين هم مستشارين أو إلى آخره، حتى وإن كانوا من التحالف أو من الأمريكان. نحن كحشد كل القاطع اللي إحنا به
لا يوجد أي جندي ولا أي شخص من قوات التحالف ويانا. وجهة نظرنا معروفة وإحنا ماشيين إن شاء الله باتجاه التحالف. جيد. القضية الأبعد من أو مكتول مرافقة لعمليات التحرير هي قضية وجود التحشيد قبل وصول الحشد الشعبي. حب قوات بأجندات إيرانية تحاول تغير تسوي تغيير ديموغرافي بالمنطقة. ما أعرف شلون راح تقدرون تثبتوا للناس عكس اللي يعني حقيقة إحنا وصلنا إلى مرحلة وحقيقة كقيادة حشد وكأمن حشد وكمديرية إعلام حشد أنه كافي. وصلنا إلى مرحلة أنه بعد ما نريد نثبت لأي أحد. نحن عرفنا الشعب العراقي، إحنا يهمنا شعبنا، يهمنا الشعب العراقي فقط. لأنه واقعا للأسف الشديد الدول الخليجية هي تعمل علانية ضد الشعب العراقي. السفير السعودي ووزير الخارجية السعودية تكلم، وزير الخارجية التركية تكلم، الإمارات يتكلم. لذلك نحن كحشد وكقوات أمنية متكاتفة والشعب تكاتف معنا، غايتنا وأهميتنا هي تحرير بلدنا. الحشد الشعبي لم يبقى حتى 48 ساعة في الفلوجة، ولم يبقى في صلاح الدين، ولم يبقى بباقي المناطق. هذا كلام حقيقة هو يعني كذب 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 حتى يصدقك الناس اللي يستخدمونها المناطق. هناك أجندات حقيقية لمحاربة الحشد. اليوم الحشد مشروع وطني عراقي، مشروع أثبت قوته وأثبت مصداقيته وأثبت قتال لأقوى عدو إرهابي ألا وهو داعش. لذلك بالتأكيد دول المنطقة وبالذات الجوار لا تريد لهذا المشروع العسكري القوي الذي يعيد العراق إلى هيبته في وسط المنطقة أن يستمر وأن يتم تطويره وأن يتم تقنينه ليكون قوة تضم مع الجيش أو تكون رديفة للعسكر كباقي دول العالم. يعني إحنا قبل كان عندنا جيش وكان عندنا الحرس الجمهوري اللي هو مو ضمن وزارة الدفاع. في تركيا قوات الجندرمة إلى جانب وزارة الجيش. في أمريكا، في سويسرا، هناك أكو قوات رديفة تكون لها دور كبير. هذا ما يراد. ممكن يكون أنتم أساس ضمان حتى لا يعاد اللي صار بالموصل وباقي المناطق وصلوا 40 كيلو عن بغداد. نحن بالتأكيد مطلعين تماما على كل المخططات التي وضعت للموصل قبل التحرير. لذلك الحشد الشعبي وجوده في ضمن قوات التحرير وقربه من مناطق المتنازع عليها هو الضامن الحقيقي لبقاء محافظة نينوى ضمن الحكومة المركزية والمحافظة على حقوق الأقليات اللي موجودة من أزيديين ومن مسيح ومن تركمان ومن شبك ومن كل ألوان المجتمع اللي موجودة بالموصل. نحن ذاهبين لتطبيق ما تمليه علينا أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء، وسنكون ضامنة حقيقية لأن تبقى الموصل أم الربيعين العراقية ضمن حضن الوطن وليس من يتقاسمها الأتراك وغير الأتراك. جيد. دوركم بعد قبل ما أختم يا حضرتك قضية الخط اللي موجود هو هذا من القيارة. يعني البارحة أحد النواب التركمان يقول اللي يجوي من طريق القيارة باتجاه الحويجة باتجاه مناطق غرب الكركوك اللي صارت فيها المشاكل، وجودكم بهذا الخط شنو؟ هو احنا عندنا عملية، يعني عندنا خطين، خط تأمين خطوط إمداد وعندنا خط قطع خطوط إمداد. خط القطع ما بين الحويجة والموصل، يعني لا أبو الموصل راح يرجع للحويجة ولا أبو الحويجة راح يرجع للموصل. هذا أيضا راح ننفتح عليه ونقطع نهائيا بحيث تبقى الحويجة محاصرة بانتهاء الموصل. هذه المدينة تنتهي حتى بدون قتال إن شاء الله. لا يعني جين وقضية التواجد اللي موجود الآن بعد ما راح على رأس قوة أو مهدي المهندس وهذه العامري، ما أعرف شنو الدور اللي صار هناك. يعني هذا هو، يعني كانت هناك نقاشات أمنية مع سيد محافظ كركوك ويعني القوى الموجودة بالمناطق، وتم الاتفاق على صيغة أمنية محددة. وإن شاء الله موضوع الكركوك لن يكرر، رغم أنه الموضوع إحنا ما نعطي أكبر من حجبه. تعرف أنت جنابك معركة عظيمة مثل معركة الموصل يجب أن يقوم داعش بعمليات هنا وهناك. يعني مثلا قام بعمليات بالرطبة من ثلاثة محاور وقوات ما أخذت صداها الإعلامي مثل ما أخذت صدى في كركوك. لذلك أنا أضمن لك إن شاء الله يعني عمليات تحرير الموصل ماشية رغم هذه اللي يعني أنا أسميها الهفوات اللي تحدث هنا وهناك، ولكن إن شاء الله ما راح تقدم متأخر. اللي صار بالرطبة أو ممكن يصير بعض المناطق اللي موجودة بالأنبار يعتبر بها ظهركم مكشوف؟ لا هو ما ظهرنا مكشوف، بالعكس هذه المناطق محررة. ولكن مثلا بالرطبة داعش استغل عملية تبديل القوة، يعني هناك كانت قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي العشائري اللي موجود هناك هو ماسك الأرض.
بعد تبديل القوة يعني مسكت قوة من الفرقة الأولى جيش وانسحبت قوات الشرطة الاتحادية. تعرف هذه المنطقة يعني هذه الفترة عفوا شو يصير بها؟ يصير بها مسك وفتح ومناطق انفتاح تبديل سيطرة، يعني قوة جديدة ماسكة للأرض تكون سهلة الاختراق، فهجم بهذه الأيام. لكن قوات الجيش وقوات العشائر اللي موجودة هناك ومعهم حشد شعبي تصدوا لهم وانتهى الموضوع وتمت السيطرة على الموضوع. طيب اسمح لي أن أشكرك السيد يوسف الكلابي المتحدث التنمية لحشد الشعبي، حياكم الله. مع استمرار معارك تحرير الموصل تستمر المخاوف لدى بعض المكونات من أهالي نينوى من مصيرهم بعد تحرير المدينة في ظل الصراع السياسي الموجود، وأيضا من ما سيخلفه تنظيم داعش من آثار سلبية ممكن أن تلقي بظلالها على شكل التعايش بعد التحرير. وللحديث عن هذا الموضوع سيكون ضيفي هنا في الاستوديو النائب يوناد مكنا رئيس كتلة الرافدين النيابية. حياك الله سيدنا، تفضل. تعال خليل وين استاذ يوناد مطي التليفون وين؟ تفضل. حياك الله سياده النائب. ما اعرف، خليني ابدا قبل ما ابدا بقضيه احنا الخبر يمكن سمعته حضرتك على قضيه مصير المسيحيين وباقي المكونات اللي تسمى بالاقليات بالمحافظه، لكن خليني ابدا من قانون الحظر اللي صار، حظر الخمور بيعها استيرادها، صار يوم انت مصدر للمشهد وللشاشه، ما تصور اختزال الحريات راح يكون بقضيه الخمور بيعها او شرائها، شنو الابعد من هذا اللي الناس ما فاهمته؟ يعني في الحقيقة ليس المشكل هو المشروبات. هذه الثانية مختلفة. أبداً ليس المشكل المشروبات، ولكن المشكل هو أسد بس. مباشر. إيه تفضلي طبعاً. المشكل هو في الحريات والحقوق الفردية للمواطن. يعني هذا جانب، جانب آخر التوجه للإخوة المشرعين بفرض تشريعات الدولة الدينية. وهذا غير مقبول بالتأكيد، لأن احنا دولة مدنية وعراق يعني متعدد الأديان والقوميات مقرر دستوريين في المادة 3. بعدين أكو مادة دستورية إخوان يأخذوها بلا تقرب الصلاة، جزء الأول من مادة ثانية. طيب كمل الجزء الثاني منها. وإذا جينا على سنة القرآن الآية الأخيرة تنسخ ما قبلها وليس القبل ينسخ الثانية. فالفقرات لا هسه وصلت مرحلة تعلمهم بتعاليم الإسلام يعني دي. يعني لا شوف هو دا يأخذها مجزأة. يأخذ اللي يريده ويترك الثانية. صح هو عنده أصوات بس مو ما من حقه يعني يصادر يسلب إرادة المقابل بالأصوات، لأن الأمر ليس رقمي. مرسي حقق هذا الشيء رقمي، وين صار مرسي؟ ليش راح مرسي؟ لأنه فرض إرادته بالقوة على كل المجتمع المدني في مصر وعلى الآخرين. صح كان جابه أكثر من 50%. شو اعتبرت القانون والتصويت عليه؟ يعني أنا أقول أولا شو قبل فترة صوتنا على قانون البطاقة الوطنية. يعني أسلمت القاصرين من أبناء غير دين الإسلام، المسيحيين صابئة والإيجيدية، هذا أيضا مصادرة لإرادة الإنسان. أنت بالشريعة تقول لي لا يجوز أنه تتصرف بمال القاصر لحين يبلغ سن البلوغ. طيب أنت مالك حق حسب الشريعة تتصرف بمال القاصر حتى البلوغ، شلون تتصرف بإرادة تفرض عليه ديانة أخرى؟ يعني تعال قارن. ففرضوا علينا بقانون مادة 26 قانون بطاقة وطنية. اليوم إجا الإحصاء يقول لك عرب كراد تركمان وأخرى، يعني أنا صرت أخرى، أنا مو ابن البلد مو مواطن، الدستور يقر بي وقابلني ورايدني، أنت ما تريدني؟ هاي اثنين. هسه جت هاي وباكر راح تيجي غيرها. هل نحن متوجهين لدولة دينية أم دولة مدنية؟ لا مو هو جيد راح ارجع لك، ما له علاقه بالمشروع، راح ارجع لها. هو لهذا القضيه بما انه ما له علاقه، فممكن هو المشروع مو بس بالنسبه خاص للمسيحيين او الديانات الاخرى غير الاسلاميه، بالتالي اعتبرته جزء من الاستهداف؟ لا لا هو لا لا مو استهداف، وانما توجه خطير بالبلد. زين انا بوجهه نظري هل ندفع باتجاه التشدد المذهبي والطائفي والديني ام ننفتح؟ هذا العالم 60 دولة جاية تنصرني لأن أسوي دولة دينية مثلاً؟ في يوم الثاني يبطل يقول لي روح أنت بفالك، في يوم الثاني يبطل هذا المجتمع الدولي ما يدعمك بعد،
يدعم دولة مدنية ديمقراطية. جيد، راح ارجع على قضية الموقف، موقف المجتمع الدولي هسه ما تحدث عسكريا. لا لا لا، مو عسكريا. لا لا، هسه يمكن هسه تنمية، تنمية، استثمارات، علاقات. انت راح تدمر البلد. هسه بعيدا عن قضية انه هو القانون خاص بالخمور، من اراجع اهميته بالنسبة للمجتمع. انا ما اعرف كمراقب، كمواطن، راح اقول خلصت بالنسبة للمشاكل حتى تروحون بالبرلمان تصوتون على هذا القانون وبوقت هاي الضجة وتحولون الأنظار من معركة الموصل وأهميتها والشارع تحول إلى محط سخرية أن البرلمان وين واصل بهاي المرحلة؟ يعني هذا أولاً توقيته كان خطأ كبير. هذا واحد، توقيته غير صحيح. ثانياً ما كان مشروع القانون على علاقة بالخمور بيع أو شراء، كان قانون واردات البلديات. هناك قانون رقم 3 لسنة 1931 تروح عليه، قانون مختص بهذا الشيء وليس قانون البلديات، وتجي عليه انت تحشره للساعة الأخيرة خارج عن السياقات التشريعية. ما كان موجود لا بمشروع الحكومة ولا بالقراءة الأولى ولا بالقراءة الثانية أبدا، جيء به باللحظة الأخيرة وحشر. فهمني هاي القضية اليوم، حتى رئيس مجلس النواب يحكي عليها. نعم، هذا خطأ فادح، وأنا كتبته لإلك، كتبته بالجلسة أصلا، أنه احتجينا واعترضنا بس ما حد سمعنا. أصلا طالبت بإعادة عد الأصوات السيد رئيس المجلس، والرئاسة تعرضت للضغط، قام واحد من إخواني يصيح عليهم لا لا، إذا أنتم عديتوا راح تعدون كل القوانين، وقفوا. وهذا كان خطأ من الرئاسة، كان لازم يعدون الأصوات فعلا، ما كان يكون يعني هاي الفقرة بالذات مررت حتى بعد القراءة الثانية. لا لا، ماكو قراءة ثانية. ما بعد القراءة الثانية جيء بها وحشرت. اي بدي اقول بعد اللجنة، للجنة موافقة عليها، لا سامعيها احنا، ثم القاعة الجديدة، القاعة الكبيرة اللي احنا مؤقتا بها، لا تسمع ايش ده يقرأ ولا تعرف ايش ده يقرأ، يعني صوت مو هذا الصوت، وناس ما تعرف صوتت. اليوم عشرات من النواب جوني قالوا ما عرفنا احنا صوتنا، شال ايده. ليش؟ لانه الصوت مو هاي القاعة مرتبة، ما عندك انت يعني صوتيات، مشكلة عندنا. زين، لانه يرممون بالقاعة الاخرى اللي تدمرت اثناء الاقتحام البرلمان. احنا من البداية قلنا انه القضية هي مو قضية القانون والخمور. هسه انت فتحت بابي اللي قضيتين ثانية، انه كفقره انا هسه واحد من الناس راح اقول كم فقره مررت وصار التصويت عليها بهاي الطريقه، يجون يقول لك ما سمعنا. بالتاكيد بالتاكيد يجوا علي ناس اشراف القوم قالوا والله يسوي بينا. ثانيا انا ارجع اقول لك، انت الماده الثانيه من الدستور هي مواد الف وباء وجيم. ثانيا همنا الف بها شقين، انت تاخذ الاولى وتترك البقيه. انت ما تقول لا يشرع قانون يتعارض او يتخاطع مع احكام الشريعه الاسلاميه. احنا ما شرعنا قانون، هذا كان شيء موجود من زمن الرسول. ما سوينا شيء جديد، هذا كان موجود. انت شرعت ضد الباء وجيم واخيرا اللي هي ثانيه. انت شرعت، انا ما شرعت شيء ضد الشريعه. زين، انت شرعت. هسه من انت حضرتك اصلا من اعضاء لجنه كتابه الدستور بوقتها. نعم نعم، مستمر وياه وتعرف تفاصيله بالتفصيل. من يجي يقول الدين الاسلامي والاسلام هو اساس التشريع راح يتعرض ويا هاي لا لا لا، ما له علاقه. ما له علاقه هاي، احنا ما شرعنا شيء ضد الشريعه اساسا، كان موجود. دا اقول لك من زمن الاف السنين هاي الشيء موجود. كنا ننظم الباج، يعني الرسوم على البلديات، لان كانت قديمه من زمن جدا قديم، ما لها قيمه بعد هاي الباجات، الفلوس اللي نجيبها حتى نعدلها. مو هاي مكانها مال تعديل وانت تحشرها حشر هنا، مكانها قانون المشروبات الكحوليه رقم 3 سنه 31. المشرع لازم يطلع على القانون الاصلي، ما يجي على القانون اخر اللي هو قانون عام. هذاك خاص يقيد العام، اذا تيجي على الدستور على القانون الخاص يقيد العام، يعني انت ما مسوي شيء. وماكو شيء فقره هناك تقول لا يعمل باي قانون يتعارض مع هذا، هاي هم من خلل. لكن انا اجيك على التفاصيل اللي تقول لا يشرع قانون يتخاطى مع مبادئ الديمقراطيه. ديمقراطيه مو هي رقميه تجي على الحكم انت وتفرض كيفك اللي بدك. ديمقراطيه يعني اكو قيم مجتمع ديمقراطي. هاي واحد. اثنين، يقول انت لازم لا تشرع قانون يتخاطى مع الحريات، حقوق والحريات الوارده في هذا الدستور اللي هي باب كامل، الحقوق والحريات باب الثاني بالدستور، انت كلها ذبيتها شمرتها. يعني انا مو نقص، انا ملست بالمناسبه، انا في حياتي ما كنت مدمن على الخمر ولا على غيره ابدا. لكنه هاي حقوق حريات مجتمع، انت جاي تخنق شوي شوي على عيني، بس انت سوي ضوابط، الضوابط اللي هي تمنع هذه الظواهر بالشوارع، تمنعها او تحجمها او تطلعها من الحارات. انا دا اطالبك بها، طلعها من الحارات، طلعها من المجتمع،
كلام صحيح. زين صار بيتعامل بجزئيه انه يجي منع بس الخمور وتداولها واستيرادها. ولكن الحشيش والمخدرات اللي تفشت في بصره نتيجه تحريم الخمر بالمدينه ايش صار؟ صارت مخدرات. السوق البصره مليان النسوان بالسوق عادي. فهاي انت تتحطم مجتمع نفسيا ومجتمعيا تتحطمها. زين بعد هذا كلامك كله القانوني عندك تفسير شنو اللي ورا هاي الخطوه؟ يعني انا ما اريد اتهم لكنه بالتاكيد اكو ناس مستفيدين. بعض من هؤلاء الاخوه زين ما اريد اسمي هسه هم ممارسين قضايا بيت الله مسيطرين عليه، مسوي بزنس لنفسهم وحزبهم. ذاك الثاني رايح مسيطر على اموال مجمده مال اليهود. طلع هذول والله شنو هذول خمور؟ عماره كامله سيطر عليها الحزبه، هذا مو حرام؟ زين البنوك والمصارف انا دينت 100 مليون هسه دا ادفع 148 مليون، هاي مو حرام تاخذها من الدوله؟ قالوا تختلط هاي فلوس الحلال والحرام، طيب سويها بصندوق اخر ما لك شغله بيها انت. انطيها الوقف المسيحي الصابئي اليزيدي غير قضايا، انطيها للدول الافريقيه اللي ما عندها دين، تبرعات كيفك، بس لا تخلطها بهالمغرب، هاي الاموال سوي لها صندوق خاص لا تخلطها بهاي، بس انت تغلق العراق ابواب العراق بوجه الاستثمار، بوجه السياحه، يعني انت تبين في الصوره سلبيه عن بلدك. زين ما اعرف خلينا نتعامل ما راح اكون متفائل. اقول العراق اصبح طارد للاقليات المكونات الاساسيه به. مو بس الاقليات، حتى للمجتمع المدني. الانسان المدني اللي هو حر اللي يريد يمارس حياته وحريته، هذا هم طارد له، يعني مو بس المكونات، مكونات اكيد طارد. يعني انا انسى ما ادخل بهذا الباب، يعني اليوم كانوا معي مجموعه من الناس اللي هم شغلتهم يعيشون عليها، يعطيك ارقام يعني ربع مليون انسان يعيش عليها. انت ما منطي خبز للارمله وزوجه الشهيد تيجي تشلب بهذا؟ يعني ما ادري شلون، يعني كان في نوع من الاستعجال وعدم التاني، بالاحرى ما مشينا حسب السياقه التشريعيه وحشرنا حشر بقانون اخر، اكو قانون مال المشروبات الكحوليه اللي هو كما اقول 3 لسنة 31 روح عليه. بس هذا ما له علاقه، هذا باجات مال البلديات، فكان خطا. يعني اتمنى انه مجلس النواب هم نفسهم يعني يعيدون النظر. وبعكسه احنا مضطرين مو لاجل الخمور وانما الحقوق والحريات اللي ضمنها الدستور اليوم ما بقت. يعني ما بقت، انت تحد شوي شوي تحد من حريه الانسان وصادر ارادته منه ومنه ومنه، بعد يقول لك فين ما لا وهي خلاص. زين سوي اللي بدك. راح نرجع نكمل بجزئيه هذا الموضوع، نرجع نحكي على الموضوع بما يخص الموصل بالذات. اسمح لي فاصل مشاهدي الكرام، فاصل قصير وإلنا عوده. أطفالكم ضد شلل الأطفال. جديد أحييكم مشاهدي الكرام وأحييك سيد كنا. خلينا اذا تحدثنا عن هذا تقييد الحريات وقلنا انه بهذا المجمل او بالعنوان العريض مالته، خلينا نبتعد على قضيه على اعتبار انه المعارك مستمره بالموصل، مناطقكم مهمه بمناطق سهنينة او غيرها. ما اعرف عندكم مخاوف من سيطره جهات معينه على هذه المناطق اللي خاصه بكم بعد التحرير، على اعتبار انه يعني هواي امور اختلطت. يعني بالتأكيد هناك صراعات منذ فترة طويلة في المنطقة على أعادية المناطق، هذا كلام صحيح. وهناك العامل الآخر الخارجي أيضا يسعى أن يكون له دور في المنطقة وهذا أيضا سيعقد المشهد. هذه موجودة. والآن نحن عندنا فوج وحدات حماية سهل نينوى MP وحاليا في فوج مع متجحفل مع الجيش في قصبة ومدينة بغديدة قرقوش اللي هي حمدانية، مركز قضاء الحمدانية، وهكذا سرية أخرى إلى محور الكيف. لكنه مستقبل من تابعة ومن المشرف عليه؟ هي من عندنا، متطوعين من عندنا. متطوعين من عندنا يعني متجحفل مع الجيش العراقي في مسك الأرض.
لكن مستقبلا في الحقيقه يعني اذا ما يساند او يساعد يعني حكومه او البشمركه اربيل ساعد ابناء المنطقه يمسكوا مناطقهم. يعني الامن والهذا يجب ان يكون ابناء المنطقه وليس تجيني من بصره يحميني انا ببغداد او يحميني بورط الله او تلكيف. زين. لا، فابناء المنطقه يجب ان تحترم ارادتهم، هذا واحد. بعدين عندك مرحله الانتقاليه اللي هي تاهيل البنى التحتيه، اللي هي توفير الامن واطمئنان للاهالي حتى يرجعوا مره ثانيه لمناطقهم واستقرارهم. بعد فتره طويله نقدر نقول انه المفروض انه تعطى لهم حريه الخيار، هل سيكون محافظة، هل تلحق بموصل ببغداد بالإقليم أو تكون إقليم. يعني أنت ويه هذا التوجه مستقبلا بعد الأمن والاستقرار. وبعدين يعني شوف، المنطقة تعرضت إلى التهميش، منطقة تعرضت إلى الإهمال، إلى التمييز والتفرقة. يعني يعيشون بالقرن التاسع عشر من البنى التحتية من غير ذلك، لكن ليس على خلفيات دينية ولا قومية. المنطقة هي عراق مصغر لكنها مهملة ومهمشة متروكة. يعني أنت ويه التوجه اللي قال إنه هالمناطق ممكن تكون محافظات؟ مو ذاك التوجه، مو ذاك التوجه. أنا شنو الفرق بين توجهك وذاك التوجه؟ ذاك التوجه كان شتت الموصل إلى 8 محافظات. زين. هذا مو قبول. هم كلهم عرب، كلهم نفس الثقافة، نفس اللغة، نفس الدين، ما عنده مشكلة. يعني مجرد أن يكون الحاكم عادل. زين. والمجالس تكون عادلة بتوزيع الثروات وتغزيم الموازنة وغير ذلك. لكن منطقتنا فيها خصوصيات ثقافية، الثقافية كمكون ديني، كمكون مذهبي، كمكون مثلا كل العراقيين موجودين، يعني سواء كانوا من العرب السنة أو من أتباع البيض من التركمان والشبك أو المسيحيين اللي هم تقريبا تاريخي بآلاف السنين موجودين، أو الإيزيدية أيضا مو أقل من 1000 وشوية سنة. هذه مكونات ثقافية تختلف عن بقية المناطق. هو هذا الموضوع. أنا داخل هاي القرى، صدر القرى الخاصة بالمسيحيين. نعم. لها خصوصية. نعم. تخافون على هاي الخصوصية الخاصة بكم؟ الآن ما بقى لها شيء. القيعان راحت، واللي صادرها صدام حسين بوقتها باسم البلدية وباسم المصلحة العامة كلها افتراء، تغيير ديموغرافي، سياسة شوفينية كانت. لحد الساعة ولا قطعة أرض رجعوها لأهلنا، ولحد الساعة القضاة في المنطقة لأنه من موصل من غير موصل ما رجعوا ولا قطعة في ادعاءات الملكية. هذا مو تمييز، مو تفرقة. فإضافة إلى ذلك أنا حاجي عدة مرات، شارع 8 كيلومترات ما تبيع عدة مرات حوادث سيارات، ترجينا 12 سنة حتى يتبلط $5 مليون ما صار. ليش؟ لأن تمييز وتفرقة بين مفرق بورط الله بين بغداد قرقوش. ليش تمييز وتفرقة؟ لأنه كل سنة ترجع 200 مليون ما تصرف 5 مليون هنا. ودمرت بغداد قرقوش، المحافظ يقول لي أرقى قضاء عندي أنا، بس مو بزودك، هم بزودهم، بيوتهم، نظافتهم، مرتبين نفسهم، بس أنت جيت حفرت. مو هذا اللي تحدثت عنه أنا، لها خصوصية بأهلها بناسها، دائما هاي المناطق معروفة ستبي تقول بنظافتها بترتيبها بناسها. أكو خلل تشريعي. مجلس الاتحادي إلى علاقة بقضاء اتحادية. زين. مجلس المحافظة بقضاء محافظة وليس بمدينة الموصل. وهكذا المفروض مجلس القضاء إلى علاقة بقضاء خارج المدينة وليس المدينة، اللي هي طرق المنطقة، اللي هي مياه المنطقة، مجاري المنطقة، اللي هي قضاء بيئية، وليس يوزع أراضي مال حندانية أو برضلة يوزعها يروح يغير ديموغرافيتها. يقولون هناك مخطط ما بعد التحرير. نعم. بس مخطط يمكن جزء من عنده داخلي أو مخطط خارجي بتنفيذ أيادي داخلية. شنو معنوباتك عن هذا الموضوع؟ يعني بداية بعلاقاتك الدولية. نعم. بقربك من القرار الموجود. نعم. ببغداد. نتيجة اللي حصل من داعش من مذابح الإيزيدية والسبي ونتيجة التطهير العرقي لنا وغيرنا. زين. بالتأكيد إلى تبعاته. يعني تبعات نفسية، تبعات موقف، ولربما لا سمح الله انتقام وغير ذلك. هاي واحد. والتركمان اللي هم صنفين لونين مذهبيين، هذا أيضا مثل العفر وهكذا الشبك، ومشاكل صراع بين أربيل وبغداد. زين. هذه موجودة، لكن يجب أن تحل، تعالج سلميا دستوريا بإنصاف، وليس أنه أنا أملي عليك إرادتي. أنا أصادر إرادتك، هذا مو قبول. إذا صار هذا الشيء فالصراعات ستكون مستمرة. أما الأجندة الخارجية بالتأكيد كان هناك أجندة تقسيم البلد إلى سنة. زين. وشيعة وكراد. وهذا اللي حاصل لحد الساعة بالحكومة هنا، تجي على الرئاسة سني شيعي كردي، وتجي على مدري وين كردي سني شيعي. زين. فمشكلة هاي، أنت تقسم البلد على خلفية طائفية مذهبية، مشكلة. والباقي يروح ما عندك شيء لحد الساعة. فالمشكلة أنه دائما أنتم خايفين من هذا الموضوع. نعم. دائما أنتم كمسيحيين حقيقة هاي. اليوم بغداد عنده 4000 مدير عام، ما عندي 4 آني. يعني هذا المكون اللي كان في يوم ما بالصحة، بالمالية، بالبنك المركزي، بالدوائر الدولة، اليوم صار بخروه، تبخر.
وتحكي وتقول وعود وعود معسوله وماكو شيء كلها ماكو اي استجابه. وكل ما هو يقول لك ايه تدلل عيني وغاتي بس ماكو نتيجه. يعني الى متى هذا التمييز؟ الى متى هذا التهميش؟ استئثار بالسلطه الى متى؟ أنا مهندسة ماجستير صارت 30 سنة خدمة وخبيرة زين. يجي واحد أبو 5 سنين خدمة يصير مسؤول عليها وهي ما تصير رئيس قسم. يعني ناس تشعر بي يعني شيء ما عندها ظهر خيبة أمل. بلا مفروض ماكو ما له علاقة بظهر، مفروض له علاقة بخبرة. تحدث عن واقع البلد اللي موجود. نعم واقع البلد اللي موجود هاي يمكن هذا المعيار. المشكلة هاي هي مشكلة هاي. ما أعرف أنتوا كقربكم للمجتمع الدولي أقرب من باب حمايتكم من باب علاقاتكم؟ لا. ما حاولت ما هذا اللي موجود. لا هذا مو قبول. لا علاقة اليمن كحركة ديمقراطية سورية هذا مو قبول. لكن نحن بحاجة ما أقول تبعية دولية أو جهة معينة حتى ذاك، لكن كمجتمع دولي كمسيحيين ممكن تكون أقرب. اسمح لي، هو لو ما المجتمع الدولي ودعمه إلنا كان بهدلوا أهلنا مو مسيحيين متفقين، لكن أقرب. كل اللاجئين كل النازحين كان بهدلوا زين. هي أوروبا وغيرها اللي أنقذ البلد بتبرعاتهم بفلوسهم. واحد من الأجانب في أمريكا قال لي your neighbors جيرانك زيرو تبرع ب 2.1 مليار و100 مليون دولار. قال جيرانكم زيرو صفر هيك سوى صفر تبرع. أنت شايف واحد أنت كلكم ناس إسلام ناس جيران ناس عرب صفر تبرع تدعم العراق، بينما يجيني الأوروبي والأمريكي اللي أنت تحسبه كافر تحسبه ما عنده دين يتبرع 2 مليار و100 مليون حتى ترجع هالناس اللي تبهدلت من داعش وغير داعش. صار التعامل على مستوى الإنساني الزاني طبعا جيد. هسه احنا اما الاخر فضلت به هذا. شوف 94 98 صار صراع باقليم كردستان زين بين الحزبين الرئيسيين صحيح. فاربع سنين اتحاد والدولة. ليش التحالف الدولي جاب قوات مراقبه السلام تحت يعني عنوان دولي ولو كان تركيا لكن تحت التحالف الدولي زين، وجابوا من ابناء المنطقه اللي هم محايدين من التركمان والمسيحيين اشوريين كلدان سريان، جابوهم سووهم قوه محليه حتى تفصل بين هالصراع. هذا ما يصير صراع. نفس الشيء اليوم احنا بحاجه الى هذا الشيء، مو لانه اجنبي، لان محايد. لربما لو كان موقف تركيا ايجابي كان قلنا ما يخالف تركيا خد تجي، بس تركيا مو محايده، صار جزء من الصراع وسبب الصراعات لربما. لكن اليوم نحن بحاجه الى مراقبه السلام في المنطقه نعم، حتى لا تملى وتفرض ايرادات وتصادر ايرادات تسلب ايرادات. كان المفروض ان اللي كنت محضره انه اسالك عندك تخوف من اثار وجود داعش سنتين ونص بالموصل، بس بالتأكيد. بعدين من كلامك فهمت انه التخوف عندك موجود من اثارها، وبالنسبه لكم الصوره الربابيه. بالامس طلبنا من السفراء الاوروبيين 16 سفير قاعد في ورشه عمل زين، طلبنا الجيل هذا الجيل الاطفال ايش راح يسوي بيه؟ ساعدونا. اللي رباهم داعش خرب عقولهم افسد عقولهم بهذه التشدد، وطلبنا منهم شلون على مجتمع دولي انه يجب ان يصدر قرار دولي بتحريم وتجريم ثقافه الكراهيه والعنف، وبعكسه فمشكلة عندك كل كم سنة عندك داعش. جيد، هسه احنا تحدثنا اتفقنا انه على قضية المجتمع الدولي واللي دعمكم لك واجهة مسيحية هو ممكن يعلم بحالتكم اللي موجودة، حاولتوا تستفادوا من عنده؟ لا، مجتمع دولي ما له علاقة بالمسيحية. كانوا في الحروب القرم في يوغوسلافيا مع المسلمين ضد المسيحيين، وكانوا في دارفور وغيرها نفس الشيء، ما له علاقة. مجتمع دولي ده يوقف مع المظلوم مع المذبوح ضد اللي يذبح زين. هذا مو ما له علاقة بالدين. مواقف أوروبية مواقف دولي مجتمع دولي ما له علاقة. يعني أنا أعطيك مثال شلون وقفوا مع المسلمين في صربيا ضد المسيحيين الصرب، يعني تعرفوها المسألة زين. خليني استفاد من باقي عندي تقريبا دقيقتين. قضية تحسن العلاقة نوعا ما بين بغداد وأربيل، زيارة السيد البارزاني أعطتكم نوع من الراحة ممكن تنعكس بالتأكيد على... هذه كانت وجهتنا، وبدليل القوة اللي هي الآن صارت تقريبا فوجين من اللي احنا من البداية قلنا تنسيق بين بغداد وأربيل زين. ما نقبل انه انت تقول لو معي ولو ضدي، لا تعالوا احنا كنا مع بعض. هذا كان وجهتنا، ومن عندما سقطت الموصل كان عندنا دور بين بغداد وأربيل حتى يرجع العلاقات مرة ثانية. فاحنا مسرورين نحيي هذه السياسة ونأيد هذه السياسة، ولربما بعض الانتصارات من مخرجات هذه السياسة عكس ما كان سابقا تداعيات بصراحة بخايفين إن هذا الاتفاق ممكن ينعكس على مناطقكم وتتوزع بيناتهم. بالعكس، مو تتوزع بيناتهم، وإنما بالعكس راح نذهب إلى الدستور سواء كان أرض مشكلة ولاءات الأرض أو انتماءات الأرض، هالصوب ذاك الصوب. وقت ما يكون تشنج يعني حرب، والحرب يعني
كله خسرانين، يبقى منه خاسر أكثر. زين. بينما هكذا بطريقة سلمية دستورية وبإنصاف راح يصير. نعم. جيد. هذا هسه شكل المناطق لحد ما تقدرون تحددوه. لا، لأنه هاي إرادة مجتمع وليس سياسية حزبية. هاي إرادة مجتمع لازم نحترمهم. وعدنا أمثلة أنطيك إياها، أولاند بين النرويج، بين فنلندا وبين السويد، هم كلهم سويديين لكن مرتبطين بفنلندا وما يريدون يلتحقون بشعبهم لأن مرتاحين هكذا. وعندك سبتة مليلة مغاربة داخل المغرب مدينتين، يقول لك احنا اسبان، ما يقبل انه يكون مغربي. وجبل طارق هم اسبان، يقول احنا بريطانيين. إرادة الناس يجب ان تحترم، ما عندي مشكلة، لكن يكون سلم مستقر ودائم. نعم. زين، عندكم تحرك من الان على انه تكون هاي مناطقكم مثل ما تحدثنا؟ ما راح، ما قبلت تقولون عليها اقاليم او تقسيم اللينوا، بس تردون حكم بالنسبه لكم حتى تكونوا انتم مسيطرين. عندكم تحرك على المستوى الداخلي والخارجي. هناك قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنه 2014 تاريخ 21/1/2014. زين. قرار باستحداد محافظه الطوس والفلوجه وسهل نينوى، ليس على خلفيه دينيه او قوميه، وانما اداريه جغرافيه بكل مكونات. بحسب هذا التاريخ قبل سقوط الموصل بست اشهر تقريبا. سقوط الموصل باشهر، ست اشهر او خمسة اشهر. خمسة اشهر، نعم. فهذا قرار وطني للمصلحه العامه. ممكن يبقى بعد اللي صار؟ يعني هذا قرار موجود راح نفعله بالتاكيد. زين. لكنه ليس الان. بعد ما تستقر الامور، ناس يكون عندها خبز وكرامه مستقره مطمئنه من حياتها، ما تهجر ثانيه. هذاك الوقت بالتاكيد اذا تغيرت الامور لكل احد حديث، مو الان. ما ممكن الحديث هسه. اغلب القرى المسيحية يمكن من أول القرى اللي تحررت والأقضية اللي موجودة، ما ممكن تحدث عن تهيئتها للناس بعد وقت؟ يعني أنا أتوقع على الأقل شهر أو شهرين يعني يرادنا، لأنه شوف برطلة لابد أن تعبر من برطلة حتى تروح الموصل، تل كيف لابد أن تمر منها حتى توصل حي العربي، وهكذا قرقوش بغداد اتجاه الشمسيات والموصل. فهاي بالتأكيد كان لابد أن تتحرر حتى نقدر خطوة ثانية. وأتوقع أنه بعد أن تتحرر ستكون مرحلة أولى قد انتهت والجيش يكون إلى أمام. لكن عودة الناس، أشوف اليوم ما بقي شيء بها. يعني هسه أنت تتكلم عن هاي الأسماء، بصراحة من تذكرها بها راحة نفسية. يعني قرى كانت معروفة على الطريق اللي يروح يشوفها، هي قرى مثل ما قلت حضرتك منظمة، أو مثل ما شفناها منظمة، لها ترتيبها، لها خصوصيتها. راح تحاولون تبقون محافظين على هذا الشيء؟ بالتأكيد نحاول وسنسعى إلى تشريعات أنه مجلس المدينة له علاقة بالمدينة وليس مجلس القضاء وليس مجلس الناحية اللي علاقة بالطرق الخارجية بالمجاري بالبيئة ومدري إيش، لكن مجلس يعني المدينة تحولون إلى مركزية أقوى. لا، مو مركزية، بالعكس، مركزية القرار داخل المدينة حتى أو حتى إدارة المدينة. مجلس القضاء في داخل بغداد. زين. أو مجلس القضاء داخل الموصل هو له علاقة بالمشكل. لكن في اليوم سألني واحد من أهل الموصل قال شنو قصدك من هاي؟ قلت له أنا بدو وأنا جايب مجلس المحافظة يمك، اريد هذا المناره العوجه اريد اشيلها اسويها عدله، تقبل؟ قال لا. قلت له خلاص، اهل المدينه ما يقبلون تهدمه، يبقى هكذا عوجهم يعني مفتخرين به. بس قال انا اذا اشوف عوج مهندس اريد اهدمه، فما يجوز. ابن المدينه هو اللي يعرف. شوف المدن العالميه يعني امستردام ولا برلين غير، اكو مناطق ما حد يقدر يلحق يتقرب لها. هم المحل، المجلس المنطقة المحلي هو اللي له علاقة. فراهي نسعى لتشريع هكذا قوانين حتى تبقى هاي الخصوصية تفضلت بها، ومن تجي تزورها تشوفها إن شاء الله بصورة أفضل ونفس الهوية ونفس الخصوصية. إن شاء الله اللقاء الثاني هناك ويا حضرتك إن شاء الله، ونزور هاي المناطق وتكون خلال كم يوم راح أكون موجود هناك إن شاء الله، ونكون إحنا وياك حتى نشوفها ونقل الصورة للناس بصورتها حتى لا نبعد أصلا الخوف من آثار بالنسبة لداعش. اسمح لي أن أشكرك السيد نائب ينادم كنا رئيس كتلة الرافدين النيابة. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا عزيزي. يا عزيزي. ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن قطاعات الفرقة التاسعة من الجيش العراقي تمكنت من تحرير ناحية كرملس ضمن المحور الجنوب الشرقي المحاذية لقضاء الحمداني، وأشار البيان إلى أن القطعات رفعت العلم العراقي فوق مبانيها. كان هذا خبرنا الأخير ونهاية حلقتنا لهذا اليوم. عندنا موعد يتجدد يوم غد. مع السلامة.